5 مليار بني آدم هيتفرجوا على كأس العالم، أهم وأكبر حدث رياضي طول عمر الكورة بيتقال عنها اللعبة الجميلة The Beautiful Game. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الكورة The Beautiful Game؟ هل هي نشوة الانتصار؟ هل علشان الجون بيجي في لحظة؟ ولا الحماس اللي بتستمده اللعيبة من الجمهور؟ يمكن عشان مش كل يوم هتشوف واحد بيرقص الفرقة كلها. ولا عشان دايما بتفاجئ. ولا لذة الفوز بعد انتظار سنين طويلة عشان نوصل لكأس العالم. اعتقد ممكن نفهم ليه الكورة بيتقال عليها The Beautiful Game من خلال قطر 2022. يا مساء البونجور، يا مساء الكومون تليفو. يوم 2 ديسمبر 2010 وعلى عكس كل التوقعات قطر فجرت مفاجأة، اقتنصت حق استضافة المونديال، أول دولة دي في المنطقة ولا إيه؟ انتزعت الانتصار المجيد من أيدي العمالقة الساحرة المستديرة ملهاش كبيرة كابتن شلبي. نقول باي باي أمريكا، أني يونج يا كوريا، سايونارا يا يابان، جود داي يا استراليا، ومرحبا بكأس العالم وذا بيوتيفول جيم في قلب العالم العربي. كانت مفاجأة من العيار التقيل والأسباب متلتلة. مبدئيا كده وبالصلاة على النبي، قطر دي أوضة وصالة، سكانها محصلوش 3 مليون ومفيش غير 300 ألف قطري عايشين على أرض قد محافظة سوهاج حرفية، ولا طرقها ولا فنادقها ولا حتى مطارها يستحملوا 1.5 مليون مشجع في شهر. وحتى لو بانوا كل ده هيتصرفوا فيه ازاي بعد كده؟ وكمان ما عندهاش استادات أصلا، هو استاد واحد يتيم. وبعدين ده اليوم المعتدل عندهم 40 درجة وانت طالع، أول مرة تكون بلد بتستضيف كأس العالم من غير ما تكون اتأهلت قبل كده، ودلوقتي بيلعبوا عشان هم أصحاب الكورة. علشان نفهم ازاي نجحوا لازم نرجع لقصة الترشيح من الأول. قبل التصويت في 2010 على استضافة كأس العالم 2018 و22، جريدة الساندي تايمز زرعوا فريق تحقيق سري مثلوا أكنهم رجال أعمال أمريكان وراحوا المسؤولين كبار في الفيفا وقالوا لهم بالصلاة على النبي كده، احنا عايزين نستضيف كأس العالم عندنا في أمريكا. فايه الكلام؟ قالوا لهم وش كده، شخلل علشان تعدي، ده انجلترا جاية دلوقتي تعمل لنا فيها الخضرة الشريفة ومردتش تصبح على فيفا بجنيه، فمش هيشموا ريحة الاستضافة. قام فريق التحقيق عرفوا طريقهم لعضو اللجنة التنفيذية أموس أدامو، راجل نيجيري مسيطر على اتحاد غرب أفريقيا. قالوا له عايزين صوتك وصوتك أمانة. قال لهم أنا صوتي ب 300 ألف دولار وهدية مني ليك، صوتي الأمريكا للتنظيم 2018 رغبة أولى و 2022 كمان بس كرغبة تانية، عشان أنا مدي كلمتي الناس ولاد حلال زيكم كده. طلعوا بعديها ينكشوا نائب رئيس الفيفا رينالد تيماري وقال لهم صوتي ب 2.3 مليون دولار، ده مش عشاني والله، ده عشان ابني اكاديميات لاهل بلدي. هوب صوروهم، هوب فضيحة ولازم تحقيق. قامت الفيفا معينة محامي امريكاني اسمه مايكل جارسيا عشان يجيب لنا الزتونة. قعد شهور يحقق وقدم تقريره للفيفا. قام الفيفا اعلنوا ان الحمد لله ربنا اظهر الحق وقطر بريئة، ما دفعتش رشاوي لان دي مش اخلاقها. مايكل جارسيا اتصدم، قال لي يا جدعان مش ده اللي انا قلته. قال لكم انت تقريرك استشاري واحنا مش ملزمين بيه. قفش واستقال. الناس قالوا لهم يا فيفا ورونا التقرير، عيب كده، مش اخلاق منظمه غير هادفه للربح دي. قالوا لهم البيوت اسرار ودي اعراض ناس، بس عشان خاطركم هنكتب لكم ملخص هيعجبكم. سبحان الله الملخص طلع قطر شريفه برضو، ومايكل جارسيا قال لهم لا بقى. بعدها المشرف على تنظيم انجلترا لكاس العالم ديفيد تريزمان حكى قدام مجلس الشيوخ ان في 4 أعضاء من اللجنه التنفيذيه قالوا له كل واحد على حده عشيني تلاقيني وصوتي لانجلترا ان شاء الله. قبل تصويت 2010 على طول قطر قررت تتفق مع الفيفا على حقوق بس كاس العالم 2018 و22. طب مستعجل على ايه يا ابن البلد، ما احنا قاعدين. بس تمام يلا بينا. هتدفعوا كام؟ قنوات ARTي كانت شاريه حق بس 3 كاس عالم ب 100 مليون دولار. قالوا لهم تمام، هنشيل 2 كاس عالم وهندفع 400 مليون دولار، وعلشان انتوا حبايبنا واحنا ملناش في الحرام ليكم عندنا فوقيهم 100 مليون دولار كمان لو قطر كسبت التصويت كمان 3 أسابيع. بس صوتك هو ضميرك ها؟ في الآخر قطر بناء على الساندي تايمز قبضت أمة لا إله إلا الله رشاوي متنوعة ب 880 مليون دولار علشان تكسب حق استضافة كأس العالم بما يرضي الله. طب دلوقتي قطر دفعت علشان تعدي وماله، ما يجراش حاجة، ما الفيفا ماشية كده، ولو على التنظيم هيتصرفوا يعملوا شغل فنادق، وإيه المشكلة يعني؟
نفس الشيء ولكنكم تحبون الكفار. انا شخصيا بحب كاس العالم من قلبي وبتفرج على كل دقيقه منه ومتحمس فشخ، بس اللي حصل وبيحصل ده مش ذا بيوتيفل جيم خالص. كاس العالم بيتقدم لنا كمنتج نهائي من غير ما نشوف ولا نحس بكل اللي حصل عشان توصل لنا العظمه اللي قدامنا دي. من ضمن القصص اللي فلتت من التعتيم راجو وفيجاي جينوالي، اخوات من قريه صغيره في نيبال، ابوهم بعتهم يشتغلوا في قطر، استلفوا وباعوا اللي وراهم واللي قدامهم علشان يدفعوا 3000 دولار رسوم التعيين. اتسكنوا في انشاءات البنيه التحتيه تمهيدا لكاس العالم. كانوا محشورين 20 عامل في اوضه من غير تهويه والجو ما بين 40 و50 درجه. في يوم فيجاي لقى مرتبه نقص فجأة بدون مقدمات. صاحب الشغل كان كفيله ومتحفظ على جواز سفره، يعني فيجاي ما قدرش ينتق ولا حتى يرجع بلده كافي خير وشره. وفي يوم وليلة فيجاي مات في حادثة عربية مبهمة. راجو أخوه رجع يدفنه في نيبال وحلف 100 يمين ما هيرجع للسخرة في قطر، بس للأسف أبوهم قاله لازم ترجع، احنا لسه بنسدد في ديون السفرية. وده الأداء، في 2 مليون زي راجو وفيجاي في قطر بيسافروا على تنظيف البيوت مثلا، يوصلوا على شغل البناء الشاق 12 ساعة في اليوم أقل واجب و7 أيام في الأسبوع، كله ب 200 دولار في الشهر، يعني أقل من 4000 جنيه، وسنتين متواصلين من غير ولا يوم أجازة قبل ما يسيبوا لك جواز سفرك ويسمحوا لك ترجع تشوف أهلك يومين بدون مرتب. حتى الاجر الحقير ده بيتاخر. بعد الضغوطات قطر قالت لك خلاص يا عم ولا تزعل، ليك عندي 75 دولار فوقيهم في الشهر، وكمان مش هحجز على جواز سفرك عندي. بس هي الحقيقه مش فارقه، قطر وراها كاس عالم وهتستغلك وهتعصر منك مليارات. ظروف العمل وصلت العمال للموت من الاجهاد بالسكته القلبيه او من الجفاف والحراره، ده غير ارقام مرعبه من حالات الانتحار. في 6500 واحد ماتوا في التحضيرات لكاس العالم، ده غير اللي ماتوا لأسباب ملهاش علاقة بمشاريع البنية التحتية. ده مش كلامه خلاص، ده تحقيق الجارديان. يعني أغنى بلد في العالم بتستغل أفقر عمال العالم حتى الموت. قطر مش استثناء، هو ده النظام. برازيل استضافت 2014 واستاد إتيكاراو كان برضو بالسخرة، العامل بيشتغل 12 ساعة في اليوم، وردية تسلم وردية، وفي الآخر برضو ماتوا 3 في بناء الاستاد ده و9 في تجهيزات البطولة عامة. وفي روسيا في 60 حالة وفاة بنفس الطريقة. البلد المضيفة بتبقى عايزة تتقدم خطوة فبتيجي على العمال حتى الموت، بس قطر كانت محتاجة تجري خطوات فمات 6500. البلد مليانة موظفين أجانب ممكن يعيشوا عمرهم كله هم وولادهم في قطر وفي خدمة شركات قطر ويفضلوا أجانب. وبالمثل المنتخب القطري الأصيل، الحمد لله عندهم المتألق دائما بيدرو ميجال ابن الدوحة، معز علي ابن النيل فرع قطر، بسام الراوي من بغداد القطرية مش العراقية، وبو علام خوخي وكريم بوضياف من قطر بلد المليون شهيد، وغيرهم بقى من جميع أنحاء قطر العالمية. وتمام فشخ، حاجة جميلة إن البلد تديك الجنسية وتمثلها، بس قمة النفاق إن الملايين بيتولدوا ويعيشوا عمرهم كله في قطر من غير ما يشوفوا الجنسية فيديو. لا وإيه، أول لما تطلع على المعاش أو لو مشوك من الشغل تلم عزالك وتورينا عرض كتافك، حتى لو أمك قطرية مش هتشمها. والخليج العربي بشكل عام زيهم بالظبط. مع كل كاس عالم مش بس العمال مستغلين، ده كمان أهل البلد بشكل عام والفقراء والمهمشين بشكل خاص. يعني قطر بلد صغيرة، لما يدخل لهم 1.5 مليون مشجع يقعدوا لهم شهر، الإيجارات بتضرب والعمال والموظفين الأجانب هم اللي بيدفعوا الثمن. الشقق إيجاراتها زادت من 2500 دولار في الشهر ل 1000 دولار في الليلة الواحدة. أصحاب العقارات بيلغوا العقود وبيدفعوا المستأجرين 40% زيادة ويجبروهم على سنتين، ولو ما عجبهمش يطردوهم، كله علشان مشروع ولا بتاعهم ولا هيفيدهم. وفي البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو قبل كاس العالم في 2014، أيومار فريتاس شاب عايش مع أمه في فافيلا دي مترو جنب استاد ماراكانا اللي هيتلعب فيه النهائي. الفافيلاز هي المناطق العشوائية عندهم. الحي ده بنوه عمال السكة الحديد في التسعينات، وكجزء من تطوير المدينة النظام قرر يقلب فافيلا دو مترو جراج يخدم على الاستاد. فالشرطة اقتحمت الحي واخلوه وطردوا ايومار وامه والف واحد كمان من غير ما يعوضوهم بشقق حتى. وفي الاخر الماتش اتلعب عادي والمانيا فازت على الارجنتين بهدف جوتس عادي، والمنطقة لسه مهدومة.
دي كلها أنظمة بتكسب مليارات ومش هيخلوا حد يبص لهم في السبوبة. السنة اللي فاتت هالفور إيكلاند ولقمان غرباني صحفيين من هيئة الإذاعة النرويجية كانوا بيعملوا تغطية لحياة العمال في قطر، اتقبض عليهم وقتي وكسروا لهم الكاميرا وحجزوهم 36 ساعة. عادي يعني، مئات الصحفيين بيتقبض عليهم بتهم نشر إشاعات وأخبار مغرضة، ودي عقوبتها حبس لحد 5 سنين. وفي 2018 روسيا منعت دخول الصحفي الألماني هايو زابل اللي نشر فضيحة المنشطات الروسية، قفشوا عليه يعني. فوق كل مصايب قطر، التكلفة البيئية لتنظيم كاس العالم بتاعهم مرعبة، صفهم 50 درجة. فقال لك شقلبني الدنيا ونلعب في الشتاء حيث الطقس المعتدل عند 38 درجة بس ورطوبة يدوب 50%. قرروا يكيفوا 7 استادات والشوارع كلها علشان مدينة الدوحة تنزل من 38 ل 23 درجة. قطر اصلا اعلن بعثات كربونية على مستوى العالم بالنسبة لتعداد سكانها، ومع مشروعهم ده بقت اسوأ بكتير، وكلنا بندفع ثمن تغير المناخ. كاس العالم زي اي مشروع ضخم انبعاثاته مهولة، في اللي بيفشخوا البيئة من زمان زي اوروبا وامريكا، وفي اللي بيدمروها دلوقتي علشان يلحقوهم زي قطر. هل المشكلة في كاس العالم ومن غيره هتبقى The Beautiful Game؟ نبص بقى على المنظمة الأم اللي بتدير الكورة في كل حتة في العالم، الفيفا. الفيفا هي حكومة وبرلمان الكورة ومكونة من اتحادات العالم، هي رسميا منظمة غير هادفة للربح، وشغلها نشر التعاون الكروي في العالم بأجمعه. الأب الروحي هو جواو هافالانش، الرئيس الفخري للفيفا وصانع أمجادها، مسك المنصب 24 سنة، استلم حسابهم ب 20 مليون وسلمهم الأمانة ب 4.6 مليار دولار. في 2012 محكمة سويسرية أثبتت أن هو وزميله ريكاردو تيكسيرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي حصلوا على رشاوي ب 11 مليون يورو من شركة تسويق رياضي اسمها ISL. ISL اللي كانت شغالة الله ينور من سنة 89 لغاية 2001، وكانت مقبضة أعضاء الفيفا رشاوي ب 138 مليون دولار. جواو هافالانج قبض رشاوي وطلعت عليه أحكام وفضل برضو الرئيس الفخري الفيفا عادي. بعد هافالانج الله يمسيه بالخير مسك جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا 17 سنة، 5 مدد، وكل مرة يقول مش هنزل الانتخابات، يقولوا له كمل جميلك يا مرياسة، لم أكن أنتوي بس النظام فهلاوي. في انتخابات الفترة الرابعة كان نازل قصاد محمد بن همام القطري نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأسيوي، وقبل التصويت بيومين الفيفا منعت محمد بن همام من المشاركة علشان عزم أعضاء الجمعية العمومية على العشاء ومسى على كل واحد فيهم بظرف بامبي في 40,000 دولار كاش. فبلاتر نزل الانتخابات لوحده وبقدرة قادر كسب اكتساح، ده لان بلاتر شريف وعمره ما يزرف كاشات. هو كل اللي عمله ان منح حقوق بس بملايين لجاك وورنر بدولار واحد، وفي المقابل جاكي صوت له. جدير بالذكر ان جاك وورنر ده اللي نظم العشاء لمحمد بن همام علشان يدفع الرشاوي للاعضاء. جمعية ودايرة يا اسطى. فيفا مواقفها واضحة وصريحة، علم اوكرانيا اهلا وسهلا بيه، ودي حاجه كويسه طبعا، بس فلسطين ممنوع، ويفرضوا غرامات وعقوبات. ضد روسيا ما شاء الله، بس منتخب الاحتلال الاسرائيلي على راسهم من فوق. ضد العنصريه، ايه الحلاوه دي، بس ساكت على بيطار القدس. نادي صهيوني بيفتخر بعنصريته، جمهوره بيهتف الموت للعرب في الماتشات، والنادي الوحيد في العالم اللي رسميا مانع اي مسلم او عربي من اللعب. فيفا مش بتنظم لنا ماتشات وبطولات، فيفا بتحول كل عنصر من The Beautiful Game لمصدر دخل للشركات، حتى لو بقت خاليه تماما من اي فساد هتفضل The Business Game وهتفضل الشركات هي اللي مسيطره. المشكله مش في شخص فاسد، المشكله في نظام حول الرياضه لسلعه والدول والشركات بيتنافسوا فيها. بلاتر وقطر والرعاه فوق، راجو وفيجاي وايومار تحت. طبعا ممكن يكون The Business Game هي اللي هتوصلنا لـ The Beautiful Game. قبل قطر اغلى كاس عالم ما كانش بتاع اليابان وكوريا ولا المانيا ولا روسيا حتى. البرازيل صرفت 15 مليار دولار علشان تنظم البطولة، هم متأخرين اقتصاديا وبيصرفوا مبالغ علشان يلحقوا المنافسين اللي في السوق. المانيا صرف 4.5 مليار دولار بس
عشان هم عندهم تاريخ طويل وعريض من استغلال العمال حتى الموت، عندهم في ألمانيا وفي أوروبا وفي أفريقيا كمان، وده وصلهم لبنية تحتية محترمة من زمان، ودلوقتي ناقص بس يكملوا عليها على الهادي. قطر بقى صرفت كام؟ 220 مليار دولار. قطر بلد جديدة ومحتاجة تتنافس في السوق مع أوروبا وأمريكا، بتشد مع بلاد قعدت مئات السنين بتستعبد وبتستعمر لغاية ما وصلت للبنية التحتية دي. قطر في 12 سنة بس انشأت بلد بحالها بمطار ومترو وشوارع وكل حاجة تقريبا. لو حسبنا ان ال 2 مليون عامل اللي شغلوهم على كاس العالم بيقبضوا 200 دولار في الشهر لمدة 12 سنة، يبقى قطر دفعت 57 مليار دولار مرتبات. علشان كده عصروا العمال وقتلوا 6500 واحد، عايزين في كام سنة بس يقلدوا بلاد مبنية على قرون من الاستغلال. في انجلترا هيدفعوا الحد الأدنى الأجور 1400 جنيه استرليني تقريبا، بس مش هيحتاجوا 2 مليون عامل يبنوا بلد جديدة في 10 سنين، هيجندوا على القد ومحدش هيموت لأن خلاص الملايين ماتوا زمان وقت الاستعمار. قطر محتاجة تتنافس علشان سوق الكورة بمليارات. سوق الكورة الأوروبية لوحده يقدر ب 30 مليار دولار. ضخ راس المال في الكورة خلق نخبة صغيرة من الأندية الأغنية اللي مستحوذة تماما على أحسن وأغلى اللعيبة، ومحدش يقدر يقاوح معاهم. الأندية الكبيرة بتستغل الأندية المتوسطة اللي بتستغل الأندية الصغيرة، والفروقات قاعدة بتكبر. مصادر دخل الكورة متنوعة بس على رأسهم الإعلانات بخلاف أنواعها. كل سنتي فاضي ارشق فيه اعلان. نادي برشلونة مملوك للجمهور واخد موقف استقلالي واضح ضد مملكة اسبانيا. 111 سنة ما حطوش اعلان على التيشيرت، بس في 2011 قطر قبضتهم 150 مليون دولار عشان تحط اسمها على التيشيرت لمدة 5 سنين. طبعا قطر بعيدة كل البعد عن موقف النادي، بس هي مش فارق معاها غير الوصول للمستهلكين علشان اللي بيسموه براند بوزيشنينج، علشان اسم قطر يبقى اصيع بكتير. النادي مجرد وسيلة. ممكن نقول ايه المشكلة في شوية اعلانات؟ ده ما بيأثرش عليا، محدش ضربني على ايدي، بس الحقيقة هي ان الاعلانات بتفرض نفسها علينا، بتتوغل في كل عنصر في حياتنا. الاعلانات هدفها تبيع لنا منتجات ما كناش هنشتريها، وبالتالي لازم تحسسك ان انت مش كامل ومش كفاية ولازم تشتري المنتج. ولما نكون ليل ونهار معرضين لإعلانات، ده بيأثر على نفسيتنا ورؤيتنا لنفسنا. المفروض نقدر نستمتع بالفريق بتاعنا من غير ما نشوف شلالات من الإعلانات غصب عننا. الإعلانات ما بتسيبلكش الفرصة ان يبقى عندك العلاقة المباشرة والصريحة مع الفريق، لازم تكون عن طريق المعلنين. الإعلانات غيرت الرياضة جذريا من نشاط انساني وترفيهي بيحسن من حالتنا النفسية والصحية لسلعة كل هدفها تحقيق الأرباح، وهو ده اللي بيسموه التسليع. الهدف تحقيق أعلى عائد مادي بغض النظر عن رغباتنا واحتياجاتنا. اللي حصل في قطر هو الصورة الخام العنيفة للحقيقة دي، صورة خد بس هي مش مختلفة نوعيا عن اللي حصل قبل كده. الكرة بقت شركات بموظفين واحنا مجرد مستهلكين، ده غير كمان شركات الملابس والمعدات الرياضية. اديداس ونايكي وبوما محتكرين السوق ب 65 مليار دولار مكاسب السنة اللي فاتت، من 10 سنين بس كان 35 مليار. والتصنيع نفسه بيبقى في اماكن غير ادمية بتتسمى سويت شوبس في دول زي اندونيسيا وسريلانكا وفلبين. وبالمناسبة بوما هي الراعي الرسمي لاتحاد الكرة بتاع الصهاينة، والفلسطينيين بيطالبوا بمقاطعتها. الرأسمالية دايما بتدور على اسواق جديدة تفتحها وتشتغل فيها علشان تعملها سبوبة، والكرة الرياضة الشعبية الاولى في العالم هي انسب سوق للرأسماليين لاستخراج الارباح، وده عمره ما يقلل من حبنا للكرة. بالعكس، علشان بنحب الكرة لازم نقاوم الرأسمالية ونحمي الرياضة اللي بنحبها. ده انا حتى بجمع استيكرات لألبوم كاس العالم وعندي زيادات، اللي عايز يبدل تعالى لي على الخاص. احنا مش عايزين نظام قطر ولا نظام امريكا وأوروبا. احنا عايزين زي ما قال مارادونا، الكرة للعيبة وللجماهير مش للبزنس. احنا فعلا عايزين The Beautiful Game. يمكن The Beautiful Game هي الحب والولاء للفريق. فكرة ان عالم واحد بيجمعنا مع بعض ممكن تبان جميلة على الورق، بس في الحقيقة صاحب العمل اللي بيستغلك وبيكرهك في عيشتك بيجمعكم عالم واحد انتوا الاثنين. والمسامح كريم، مش وقت خلافات يا جماعة، احنا نوحد الصف تحت العلم بتاعنا. في حين انك بتبقى ضد اللي شبهك بالظبط، بيعاني من الاختراب زيه زيك، متداس عليه ومتهان زيك برضه، بس محسوب على عالم تاني. العالم بيضمنا على الطبقة الحاكمة اللي بتفشخنا وبيبعدنا عن اللي شبهنا ومصالحهم معانا. في الاخر The Beautiful Game هي الكرة بتاعتنا مش بتاعتهم. نادي سلتك الاسكتلندي اسسوه لاجئين ايرلنديين سنة 1800
1787 في عز المجاعة والاحتلال الإنجليزي هربوا الملايين على مدينة جلاسكو في اسكتلندا. كانوا مرفوضين والنادي كان بالنسبة لهم أكل عيش يجمعهم ببعض في الغربة. ومن ساعتها وهو نادي بيناصر ويتضامن مع كل المظلومين في العالم. كانوا مع جنوب أفريقيا ضد الاستعمار البريطاني والتطهير العرقي. ومازالوا مع شعب الباسك وكاتالونيا في المطالبة بالاستقلال من المملكة الأسبانية. وبيرفعوا يافطة مكتوب عليها أهلا باللاجئين. النادي أسسه المهاجرون. ومع فلسطين وفي كل ماتش يرفعوا العلم ويافطة مكتوب عليها القدس. هي فلسطين بالرغم من عقوبات الفيفا. المنتخب الاسترالي نشر فيديو بخصوص استغلال العمال في قطر واتكلموا عن حق تأسيس نقابة عمالية في مواجهة صاحب العمل علشان يناضلوا وينتزعوا حقوقهم. وقالوا جملة مهمة: لولا النضال العمالي عندنا كان زمان حالنا من حال العمال في قطر. برضو المنتخب الألماني والدنماركي عبروا عن اعتراضهم على انتهاكات العمال في قطر. المفروض الكرة تبقى للجمهور والشعوب مش الشركات والحكومات. الرأسمالية استولت على الكرة بس هي مازالت اللعبة بتاعتنا ولازم نرجعها تاني. وكل زقة ضد الرأسمالية بتحسن من وضعنا وبتقربنا من اتخاذ القرار مع بعض. هتفرق في حياتنا كلها وبالذات في الكورة. ومشوار اتخاذ القرار في الكورة بيبدأ من مراكز الشباب. لازم يبقى لنا دور جماعي ومؤثر. نلعب ونتجمع وندير وننظم وننسق علشان يبقى عندنا شبكة واسعة من مراكز الشباب في كل حتة في العالم مربوطين ببعض وبنزق مع بعض. في 2008 مانشستر يونايتد اتباع لراجل اعمال امريكي اسمه مالكوم جليزر. كانت صفقه حزينه وضد رغبه الجماهير. طبعا اول لما مسك الحكم غلى اسعار التذاكر وبالتالي عزل شق كبير من جمهور النادي من المناطق الفقيره وبعدهم عن ناديهم. الملهم بقى ان مجموعه منهم قرروا ينشئوا نادي جديد وسموه FC United of Manchester وبداوا من تحت خالص دوري الدرجه العاشره. اجتهدوا وصعدوا وهم دلوقتي في الدرجة السابعة. حتى أريك كانتونا نجم مان يونايتد السابق قال إنهم هيفوزوا بدوري أبطال أوروبا في خلال 50 سنة. الصراحة مش مهم إنهم يفوزوا بدوري أوروبا ولا إنهم يصعدوا لدوري المحترفين، بس المهم إن النادي ملك الجمهور والأعضاء هم اللي بيديروه بالديمقراطية. كل عضو عنده حصة في النادي وليه صوت. ده تاني أكبر نادي كرة قدم مملوك للمشجعين في المملكة المتحدة كلها. لما تتفرج على ماتشاتهم وتسمع المعلقين وتحس بالجمهور وتتعرف على الأعضاء اللي شايلين النادي في قلبهم فعلا فعلا اللعبة الجميلة. وفي الآخر The Beautiful Game هي الكرة من غير الرأسمالية. احنا الجمهور والعمال اللي بنسعى للتضامن وهم الطبقة الحاكمة اللي بتدور على التنافس. احنا بنلعب وبنعبر عن نفسنا وهم بيبيعوا ويشتروا فينا. احنا عايزين نشجع وهم بيحاسبونا على الترفيه. احنا عايزين نتضامن وهم بيفرقونا بالعنصرية. احنا عايزين نتبسط وهم جايين ينكدوا علينا. او احنا بقى هنتبسط وهنحب الكرة غصب عنهم. سلام يا ولاد البلد.